الى محافظه السليمانيه ومن هناك ينضم الينا مراسلنا شير محمد ليطلعنا على مطالبات الصحه المواطنين في المحافظه للالتزام بالتعليمات الصحيه للحد من الامراض المعدية خلال فصل الشتاء نعم شير مساء الخير اما الجديد لديك نعم تحية طيبة على الجميع طبعا في اليوم في بداية فصل مقبلين على فصل الشتاء وحسب يعني الخبراء الجويين فإن سيكون شتاء باردا وقارصا هنا في مدينة السليماني لذلك خلال هذا الفصل تكثر الأمراض السارية والأمراض المعدية الان انا في دائره الوقايه الصحيه والامراض المعديه في مدينه السليمانيه نتحدث اكثر عن يعني ارتفاع نسبه الامراض المعديه والساريه خلال الفتره الاخيره انضم الي دكتور رزگار علي مدير دائره الوقايه الصحيه والامراض المعديه والساريه هنا في محافظه السليمانيه مرحبا بك معنا في هذه الانضمام نتحدث قليلا الى اي مدى ازدادت هذه الامراض او زادت نسبه هذه الامراض خلال هذه الفتره في البدايه نرحب بكم واتمنى الصحه والعافيه للجميع كما تعرفون مع مجيء فصل الشتاء او فصول البارده فيزداد التهابات مجاري التنفس العلويه وبالكلمه الطبيه يسمونها انفلونزا لايك إلنس او امراض الشبيهه بالانفلونزا وهسه في اقليم الكردستان ومناطق البارده ككل وفي محافظة السليمانية زادت أمراض أنفلونزا لايك إلنس أو أمراض الشبيهة بالإنفلونزا الذي يشمل أنفلونزا الموسمية وكومان كولد يعني البرد وكورونا مع نفس المجموعة ومجموعه من الامراض الفيروسات الاخرى الذي يصيب المجاري التنفسيه العلويه. فالان زادت الاصابه بهذه الامراض وخاصه الانفلونزا الموسميه واستطيع ان اقول لا يوجد عائله ما في اصابه بالامراض التنفسيه العلويه. ومع هذه الامراض انفلونزا الموسميه وكورونا والبرد او اللي يسمونه كومان كولت يعني البرد الشائع ايضا يوجد نسبه قليله من الدايريال يعني امراض الاسهال حاليا في مدينه السليمانيه. دكتور عليه علي مدير دائره الحمايه الوقايه الصحيه والامراض الماضيه هنا في محافظه السليمانيه، شكرا على الانضمام، طبعا أنا كما سمعنا ما تزال الامراض السهليه وخاصه يعني الحديث دوما يكون عن كورونا الذي عانى في العالم وأقليم كردستان خلال أكثر من ثلاث سنوات حتى الآن من هذه الجائحة حتى الآن الجائحة ما تزال موجودة في أقليم كردستان لكن علينا الالتزام أكثر بالتعليمات الصحية بالمجمل هذا جل ما لدي اليوم عن السليمانية حتى هذه اللحظة نعم شير محمد من السليمانية شكرا لكما